كان المفروض لما يرقوني يزودوا لي مرتبي؟ والله المفروض كان في حاجات كتير قوي تحصل وما حصلتش، فما جتش عليك يعني. خدي استريحي. خلاص الاتوبيس وصل. طيب لو رجعتي قبل ما تطبخيش انا هجيب اكل. خلي بالك من نفسك. حاضر. خلي بالك من نفسك. حاضر. زين. خليها على طول. ونعم بالله. برجاء ايداع نصف نقطة من مكعب الطاقة للذهاب ونصف نقطة للعودة.